يقويك. طبعا تعرفون يا اخوان الايام هذه ايام الاضاحي وايام الهدي، يعني هو الحقيقه موسم للاغنام وبهيمه الانعام بشكل عام يعني. اي نعم. طبعا نعلم جميعا ان هذا لله سبحانه وتعالى، هذا لله ولا نستخسر فيه شيء، شيء لله ما نستخره، ما نستخسر فيه شيء. يعني كما ذكر في مره سابقه اخونا ابو هادي في موضوع الاضحيه، انه قد ياتيك ضيف مثلا وتقدم له اجمل ما عندك، فهذه انت تقدمها لله سبحانه وتعالى، وشعرها وكل ما فيها كلها بحسنات. ولكن هناك من يستغل هذا الموسم ويرفع قيمه الاضاحي نظرا لحاجه الناس الى هذه الاضاحي، وخاصه اللي يعني على قدهم. فانا كتبت هذه الابيات الحقيقه القليله توجيه لهؤلاء. قد بالغوا في ثمن الاضحيه، فاصبح الشاري هو الضحيه. يا من يبيعون الضحايا خففوا عنا، لنحيي السنه المرويه، لا تطمعوا فينا بما نحتاجه، اقصد اصحاب القلوب الحيه. اما الذين طمعوا وبالغوا قصورهم في مهمه مبنيه، من يستغلون العباد خسروا نفوسهم بشحها مبلية. خذ القليل لا تكن مبالغا، يعني خذ لك ربح معقول لكن المبالغة مشكلة. خذ القليل لا تكن مبالغا، أحسن بإخوان أتوك النية، فالناس عانوا من غلاء فاحش، لا تذبحوا من يذبح العيدية. الله يا ربي وسع للوراء أرزاقهم لكي يعيشوا عيشة سوية، وكف عنا كل من يظلمنا، أنت الرحيم خالق البرية. وصلي ربي على وصلي ربنا على خير الورى، عد الثرى والرمل في البرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واسال الله ان يتقبل من الجميع وان يحفظ الحجاج ويعيدهم الى اهلهم سالمين غانمين. امين. هذه رساله وصلت. موضوع ثاني. اي والله الارتفاع الاسعار والمغالاه في الاضاحي، وهذا شيء الله يعين، وهذا يعني استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ بك من الغلاء. بعض الاسر احيانا يصير عندها عدد كبير، فلما تحسبها تلقاها سعرها صراحه غالي جدا يعني، وهو وده يعني وده يطبق السنه ويضحي، بس يشوف السعر مرتفع. كان ابو عمر والاخوه جميعا، يعني مهما كان العائله ترى كبيره، اذا كان العائله شخص واحد ترى تكفي اضحيه واحده. اي نعم تكفي اضحيه واحده. أنا أقصد حتى متفرقين أحيانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يعني تسعة بيوت أو تسع زوجات، فكان يذبح. صحيح صحيح. هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يعني.